مرحبا. بدي من كل شخص فيكم يتخيل معي، تخيل انه جميع اجزاء جسمك واقفة، ما بتقدر تتحكم غير بنظرك وصوتك. صعبة صح؟ مع نهاية حرب 2021 ومع زيادة اعداد الاصابات اللي معظمها ادى للاعاقة، ومن جهة اخرى حوادث السير اللي برضو نتائجها بتأدى للاعاقة، صرت اطلع الشارع اشوف معاناتهم اليومية والصعوبات اللي بمروا فيها واللي بتواجههم. صرت أشوفهم كثرة، صرت أشوفهم في المدرسة وفي الشارع وفي السوشيال ميديا والتلفزيون حتى في النادي. لحتى فكرت للحظة، ممكن أكون واحد من هدول الأشخاص؟ وعلى فكرة حد من هدول الأشخاص بيكون شخص قريب جدا مني، لهيك دفعني أفكر كيف أخلي حياة هدول الأشخاص أفضل؟ كيف أمحي فكرة إنهم مختلفين عن باقي المجتمع؟ كيف أخليهم يقدروا يقوموا بالعديد من الأشياء بدون ما يطلبوا من أي شخص آخر؟ من هين قررت يكون في إلي بصمة واضحة في كل العالم، مش بس في قطاع غزة، لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. بدأت أول خطوة في تنفيذ مشروعي، بدأت من أصعب مرحلة اللي هي أن أطرح الفكرة وأنفذ المشروع. بدأت من المدرسة لكن للأسف لا قدرت أن أنفذ المشروع أو حتى أطرح الفكرة، لأنه باختصار ما كان في إلي كلمة قوية في المدرسة، ما كان في حد قريب مني يدعمني فيها. كانوا بس بيعتبروني الطالب المهتم بالمواد العلمية والنادي العلمي، بس مش أكتر. لا، والأكتر من هيك إنه من الصعب إنك تتلقى الخبرات والمواد اللازمة للتنفيذ. بحثت في الإنترنت، وهو كمان أحبطني إني ما لقيت في المعلومات اللي بدي إياها. بحثت كتير عن أشخاص يدعموني، أشخاص أكتسب منهم خبرات، بس كل واحد بيحكي يلا نفسي، بس أخدم حالي بالأول. من بعدها قعدت فترة من خيبة الأمل، بس زي ما أنتم عارفين لازم تيجي لحظة إدراك الضياع اللي تغيرك للأفضل وتاخد فيها القرارات السليمة. من هين قررت أرسم مشروع على ورق. حكيت وقت ما يجي فرصة إن أنفذ فيها المشروع أستغل كل طاقتي في تنفيذ المشروع، ما أبدأ أفكر في التفاصيل من أول وجديد. واللي صار بعد هيك، وبعد معاناة طولت كتير وأجل وقت اللي صار لازم أطور في نفسي وأعمل أي خطوة أثبت فيها لنفسي إن المشروع مش صعب علي وتكون دافع لإلي أحكي فيه لنفسي، زي ما عملت أول خطوة بتقدر تعمل الخطوة اللي بعدها. قدرت ألاقي الشخص المختص اللي أطرح عليه فكرتي، وبعد ما طرحتها عليه بتفاصيلها وشرحها الكامل طلبت منه طلب صغير. حكيت له بدي منك تساعدني أحول هاي التصاميم اللي على ورق لصور إلكترونية لأستطيع أنشرها الفكرة. فكركم شو كانت ردة فعله؟ هذا شيء مستحيل، ما في حد راح يدعمك، أنت في غزة. لما قال لي أنت في غزة اعتبرتها تحدي ولازم اكسب فيه. قلت بدي منك تساعدني فيهم وخلص. بدي اقول لكم انه بعد فتره طويله قدرت اطرح المشروع على المدرسه من خلال نادي علمي انشاوه في الاجازه الصيفيه، يعني من فتره بسيطه صغيره، بسيطه كثير. الحلو في الموضوع انه كان في مجموعه من الاساتذه جاهزين يسمعوا افكار الطلاب ويقدروها، لهيك ما في حد اعترض على مشروعي، لا والكل ايده كمان، والكل ايده. بس لازم يصير في ضرب، انه التمويل اللي اجل المدرسه ما بيسمح اني انفذ المشروع. ممكن الاشي يكون بزعل لكثير اشخاص، بالنسبه لإلي كنت كثير 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 مبسوط، اجتني فرصه اوصل فيها الفكره لاكبر عدد من الاشخاص واستغلتها صح، ما ضيعتها. خليني احكي لكم كيف بدات رحلتي مع الالكترونيات. بدات رحلتي مع الالكترونيات من موتور صغير اللي بكون جوا العاب السيارات. شوف صديقي بيلعب فيه، وبحط السالب مع السالب والموجب مع الموجب، احجر بطاريه صغير وبحط على الملف تبعه عود الاسكيمو، وبصير افزل مروحه. من بعد روحت على البيت فكفكت كل الالعاب اللي عندي، طلت منها المواتير، وصرت كل مره اعمل في الموتور اشي جديد ومميز عن اللي قبله. كانت امي خايفه اكثر منها مبسوطه بالاشي اللي بعمله، كانت دائما تحكي لي راح يجي اليوم اللي تولع فيه في البيت، لانه غرفتي معمل تجارب حرق قطع الكترونيه، وبضلها برضه خايفه ان اجرب في بريز الكهرباء الموجود في الحيط. كنت دائما بعمل اكثر شيء سيارات لاني بحبهم، مره كنت بعمل السياره دفع امامي، مره كنت بعملها دفع خلفي، مره رباعي. لجأت لليوتيوب صرت اشوف الاختراعات الصغيره والبسيطه كنت لازم اعملهم، بس لازم احط عليهم بصمه واطورها. من بعدها دخلت مجال
اللوحات الإلكترونية المعقدة، وبديت من أبسطها، بديت بدائرة اللمس ودائرة الـ LDR الفلاشر وكمان المرحل. ومن بعدها دخلت مجال الروبوتات وعملت أول روبوت لإلي واللي هو متتبع الخط الأسود، ومن بعدها عملت روبوت تغيير مسار عند وجود حواجز. كمان عملت شاحن جوال اللي عملت له غلافه من الكرتون ولسه محتفظ فيه لليوم. ضليت هيك حتى دخلت الصف السابع، انضميت للنادي العلمي، اهتميت فيه كتير، اتعلمت منه كتير أشياء. من أهم الأشياء اللي عملتها فيه إن عملت إشارة مرور، وتعلمت كيف أستخدم المحول وأحول أنواع الطاقة وقيمتها. نتيجة إني كنت مهتم في النادي العلمي، قرر أستاذ إنه يعطيني منحة في الإلكترونيات في الأجازة الصيفية لأطور فيها نفسي، وفعلاً اتطورت فيها كتير. تعرفوا شو كانت نظرة الناس لإلي في البداية؟ إن أنا شخص بلعب في كل إشي، بخرب في العدة، بضيع كل فلوسه على قطع إلكترونية وسيارات وألعاب دائماً بتنحرق معه. بس بالنسبة لإلي كان إشي عادي، لإني برضو كنت بفكهم وبعرف إيش الأشياء الموجودة جواتهم. كل هذا عادي بعد ما قدرت أثبت لبابا إني ما بعمل إشي أنا حافظه حفظ، أنا فاهمه. وطلعت من مجال السيارات شوي وعملت أول مروحة لإلي اللي عملت لها قاعدتها من الكرتون تبع لعبة أنا اشتريتها، وعملت لها الريشة بتاعتها من البلاستيك اللي عملتها في البيت، مديت الأسلاك سيارتي البطارية الكبيرة، وقدرت أحول قيمة التيار. بهاي النقطة قدرت أمحي فكرة إن أنا مخرب. من بعدها استقلت الطابق الأرضي، صار مكان لإلي بحط فيه أدواتي، بحط فيه معداتي ومشاريعي. كنت بقعد جنبهم مدة طويلة كتير كتير، بس لازم آخر كل قاعدة أكون عملت إشي جديد ومميز لأنا بحبه. هذا الإشي كان بالنسبة لإلي إنجاز عظيم إن صار مكان لإلي. خليني أحكي لكم شو هي فكرتي، إيش المميزات الموجودة جواتها، إذا هي بتختص على ذوي الاحتياجات الخاصة بس ولا في ناس ثانية ممكن تستفيد منها. حطيت عنوان للفكرة واللي هي تغيير حياة ذوي الاحتياجات الخاصة للأفضل. فكرتي عبارة عن تطبيق على الجوال واللي اشتغلت جزء منه. بتتمكن من خلال التطبيق بالتحكم بجميع أجزاء البيت سواء كنت داخل البيت أو في الخارج. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. لأنه متصل مع الجوال عن طريق مجموعة من اللوحات الإلكترونية واللي أهمها الأردوينو، وكمان مجموعة من المجسات والمستشعرات المتصلة عن طريق الإنترنت. بتعرفوا إشي؟ هو مش بس لذوي الاحتياجات الخاصة، لا، له دور كبير في مساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها وهي في الخارج، وكمان له هدف من أهدافه الأساسية واللي هو أمان البيت، يعني تأمين جميع الأجزاء الخطرة في البيت سواء كنت داخل البيت أو في الخارج. كل هاد بصير بس بثواني. الأشياء اللي ممكن نأمنها غاز، أبواب، شبابيك، كهرب، كل هذا. فكركم كيف تصميم التطبيق راح يكون؟ راح يكون في الواجهة الأساسية واللي فيها خمس أيقونات لخمس مزايا مبدئية في التطبيق، وخليني أشرح لكم عنها واحدة ورا الثانية. عندنا الميزة الأولى واللي هي التحكم بالصوت، واللي هدفها الأساسي هم الأشخاص الغير قادرين على التحكم بأي جزء من أجزاء جسمهم ولا حتى قادرين على النقر على الشاشة. والأيقونة الثانية تحت اسم عدد الغرف اللي عند النقر عليها راح تظهر واجهة بمجموعة من الأيقونات، كل أيقونة مخصصة بمكان معين من البيت، وعند النقر على أي واحدة من هذه الأيقونات راح تظهر لك كمان واجهة فيها جميع أجزاء هذا المكان اللي بتقدر تتحكم فيه. بعدها في خاصية أمان البيت اللي بدورها تأمين أجزاء معينة من البيت، تأمين جميع أجزاء البيت وفحص كل غرفة بشكل فردي. هاي بالنسبة لإلي بعتبرها أهم خاصية، خاصة لما الشخص يكون خارج البيت. في أيقونة التحكم من الخارج اللي بتمكن الشخص بإدارة بعض الأمور الضرورية هو خارج البيت والتحكم ببعض أجزائه. عندي مجموعة من المستشعرات، مجموعة من المجسات والكاميرات، تحت مسمى أيقونة تسمى بالمستشعرات واللي بدورها نقل درجة أمان البيت للمستخدم كل فترة زمنية بيتم تحديدها المستخدم. بتصل له إشعار في حال وجود خطر في البيت أو دخول أي أجسام غريبة. وكمان بحكي لكم شغلة، ما بنسى فضل أختي إنها هي الداعم الأساسية إلي من أول الطريق والمساندة الأولى. وكمان قديش بتكون إنسان، قديش بتخدم المجتمع. لا تنظر بعين الاستعطاف، انظر بعين المبادرة وخدمة المجتمع.
ما تكون الشخص المنتج، كن الشخص المستهلك. شكرا. Thank you.